أشاد وزير الصحة السورية الدكتور حسن الغباش بمبادرة جلالة الملك المعظم ومواقفه الإنسانية تجاه الشعب السوري مثمنا لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا هذه المبادرة الإنسانية جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة السورية الدكتور حسن الغباش الأمين العام للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد وذلك بمناسبة زيارة الوفد البحريني لتوصيل شحنة المساعدات البحرينية الزلزال، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي والإغاثي بما يخدم متضرري الزلزال وأوضح الدكتور السيد أنه بناء على التوجيهات السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم من الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا بقيادة سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تعمل على تقديم المساعدات كافة التي من شأنها تخفيف وقع آثار الزلزال الذي ضرب سوريا وأكد السيد أن البحرين ستواصل تقديم المساعدة للشعب السوري والوقوف إلى جانبه انطلاقا من العلاقات الاخويه التقديريه بين البحرين وسوريا، مؤكدا بانه يجري التنسيق حاليا مع منظمات الامم المتحده لتنفيذ المشاريع الانسانيه للاشقاء في سوريا، كما يتم التنسيق مع الهلال الاحمر السوري لضمان وصول المساعدات للمنكوبين والمتضررين، كما تم خلال اللقاء التنسيق لارسال مجموعه من الاطباء البحرينيين ستنضم الى صفوف الاطباء السوريين للعمل على علاج المصابين. من ضحايا الزلزال